كلمة ربنا بتعمل في الإنسان كده، بتشكله، تقول لك الطريق ده لأ، الكلمة دي ما تقولهاش، السلوك ده ما تعملوش، التصرف ده ما تتصرفوش، تعطي استنارة. يعني إيه كلمة الله في فم الخادم؟ ما هنا قال له ها قد جعلت كلامي في فمك. عايز تخدم ربنا؟ عايزة تخدمي ربنا؟ كل الخدمات، مش بتكلم طبعا على خدمة مدارس الأحد أو تعليم الصغار، بتكلم على الخدمة فيما فهمها العام. عايز تخدم، لازم الكلمة اللي تطلع من بقك تبقى كلمة كتابية، كلمة من الكتاب. ها قد جعلت كلامي في فمك. أمال هتتكلم من عندك؟ هتتكلم بفلسفة العالم؟ تتكلم بالإنجيل، وتتكلم بآيات الكتاب المقدس. ليه؟ أو إزاي كلمة ربنا تبقى في فمك؟ واحد، إن تكون هي الغذاء الدائم ليك. يعني أنت بتغذي نفسك، يلي عايز تكون خادم، بتغذي نفسك بكلمة ربنا باستمرار. في العهد القديم في أرمية يقول كده، وجدت كلامك فأكلته فكان كلامك للفرح. أرجوك تعيش وياه في المشاعر الجميلة دي. يعني مش بنقرأ في الإنجيل عشان أعرف، ولا بقرأ في الجنيه عشان أحفظ بس، لا، ده أنا وجدت كلامك فأكلته، زي اللي بيأكل حاجة ويستطعمها، يأكل أي طعام ويجد طعمه الحلو يستطعمه، عايز كمان وكمان. وجدت كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح، لبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. يعني خليت كلامي هو كلامك أنت، مش أقول حاجة من عندي. حاجة مهمة جدا. أحيانا الخادم يخش خدمته، أو الخادم اللي بيخدم في مجالات الخدمة الاجتماعية أو أي مجال من مجالات الخدمة، كلامه ملوش دعوة بالإنجيل. لو كنت أنت كده يبقى أنت مش خادم خالص. إذا كان كلامك في خدمتك مهما كانت كبيرة أو صغيرة من الإنجيل، يبقى أنت وياك المؤهل ده، وهو مؤهل مرجعية الكتاب. الحاجة التانية، إنك لما تقرأ في الإنجيل كتير يحصل لك نوع من الاستنارة، عقلك ينور، قلبك ينور. وشوف كده داود النبي يقول إيه، سراج لرجلي كلامك، ها، ونور لسبيلي. سراج يعني السراج ده نور، السراج اللي هو كان اسم زمان يسموا واحد اسمه سراج، وبعد شوية الاسم اتعدل بقى اسمه منير وهكذا. فكلمة سراج لرجلي كلامك، يعني هو النور اللي بيخليني أعرف طريقي، أعرف أنا ماشي إزاي، سراج. طب واحد ما بيقراش الإنجيل، طب واحد مهمل الإنجيل، خلاص ماشي خبط بقى، خلاص ما ينفعش يكون خادم. عشان كده الكتاب المقدس هو مرجعنا الحقيقي وراء كل خدمة أنت بتعملها. والحكاية ده هي مهمة، حتى قبل ما توجد الأصفار نقرأ عن يوسف الصديق لما تعرض لتجربة الخطية، قال عبارة جميلة قوي، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أصلح حضر قدامه، في حين الشر اللي هو كان هيقع فيه ما كانش شايف ربنا ولا حاجة، لكن هو كان حاسس بيه في قلبه. عشان كده قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. قراية الإنجيل تديك استنارة، تديك فهم، تدي كلامك نوع من الحكمة. الحاجة الثالثة، إن كل ما تقرأ في الإنجيل كل ما ده يعدل سلوكك، يغيرك. هقول لكم على حاجة لطيفة خالص. أحيانا يجيبوا شخص نحات ويقولوا له عايزينك تعمل لنا التمثال الفلاني، يوم يجيبوا له كتلة صخرة كده، ويجي الراجل النحات بقى يكسر حتة من هنا وينعم حتة من هنا
ويوضب حتة من هنا، بعد شوية نيجي نزوره نلاقي حتة الصخرة، كتلة الصخرة دي صارت تمثالا منحوتا رائعا زي اللي بنشوفه في الميادين. كلمة ربنا بتعمل في الإنسان كده، بتشكله، تقول لك الطريق ده لأ، الكلمة دي ما تقولهاش، السلوك ده ما تعملوش، التصرف ده ما تتصرفوش، تعطي استنارة. في سفر الرؤيا آية جميلة خالص في إصحاح 3 تقول إيه؟ ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. يعني أنا خلي قدامك باب مفتوح وسلوك حلو، لأنك حفظت كلمتي أنا هفتح قدامك السكة، خلي طريقك حلو، طريقك جميل، طريقك سهل. إذن الإنسان فيه اللي عايز يخدم وعايز يخلي كلمة الله في فمه دائما، أول حاجة يخليها غذاء اليومي، ونمرة اتنين إن بالقراءة الكثيرة تكون عنده استنارة، ونمرة تلاتة إنه يتشكل وسلوكه يكون سلوك حسب الوصية وحسب الإنجيل. طبعا الكتاب المقدس دلوقتي وهي ناس كتيرة موجود على الموبايل وموجود على الأيباد وموجود على اللابتوب، ومعرفش بقى بتستخدموا الكتاب المقدس الورقي زي حالاتي كده ولا لا. أنا برضو عندي موبايل وعندي الكتاب المقدس عليه، لكن الحقيقة لما باجي أقرأ وذاكر في الإنجيل عندي إنجيلي في قلايتي، هو اللي بقعد أقرأ فيه، إنجيلي الورقي. وكل مرة أمسك الإنجيل أحس أنه كنز، وفي الإنجيل بتاعي بحط خطوط تحت بعض الآيات وبحط حاجات بالألوان والحاجات دي، لدرجة أن في صفحات في الإنجيل اتطبعت في ذهني، أنا عارف الآية دي كانت في الصفحة الفلانية على اليمين، أو ما أدور عليها ألاقيها.